بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي، مرحبا بكم في قناة درس إنجليزي مع مستر عوض ربيع. عايزين الفيديو ده يوصل لأكبر عدد ممكن من أصدقائكم وأحبائكم واللي بتحبوهم من خلال اللايك والشير والمنشن الجميل، واللي بيشوفنا لأول مرة ما ينساش يفعل الجرس واشترك في القناة عشان يوصل له كل ما هو جديد. معانا النهاردة كتاب الجيم، عندنا أول صفحة معانا صفحة 41. معانا choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. My dad أبي نوعات فوتبول كرة القدم on weekends في نهاية الأسبوع. خلي بالك كده معايا إن هنا on the weekend في كلمة فين في زمن المضارع البسيط، وماي داد ده مفرد يبقى هنزود اس للفعل يبقى كلمة plays. بعد كده it not a lot الكثير in this city في هذه المدينة. لاحظ كده مع الهي والشي والإد بنضيف اس للفعل تبقى rains. بعد كده doctors الأطباء not at the hospital في المستشفى، ده حقيقة، ده doctors هنا جامع عشان نزود اس للفيرب بتبقى work. بعد كده birds الطيور not beautiful songs الأغاني الجميلة، birds هنا جامع مش هنزود اس للفيرب للفعل تبقى الفعل في المصدر يبقى sing. بعد كده Nancy not like spicy food الطعام المتبل. لاحظ كده ان Nancy هنا مفرد والمفرد بين فيه بكلمة doesn't. بعد كده trees الأشجار not grow تنمو without water بدون ماء، فلاحظ trees هنا جمع، الجمع مش هنزود اس وهننفي بكلمة don't. بعد كده not your brother أخوك like playing sports لعب كرة، اللعب مين sports رياضة، your brother ده اللي هو المفرد، المفرد ياخد does. بعد كده not your friends أصدقائك اللي بتعيش in the city في المدينة، ما تتخدعش وتقول your brother أو your friend ده مفرد، لا هنا جمع، وطالما جامع يبقى هناخد الفعل المساعد معانا do. بعد كده when not the store المتجر open يفتح every day، store هنا مفرد، المفرد ياخد does. بعد كده how many classes كم عدد الفصول not you have today، الفصول دي جامع ولا مفرد جامع، ويو برضو هتاخد do وليس هتاخد does. بعد كده حضراتكم معانا صفحة 42، بيقول لك choose the correct answer. How not do you go to the library؟ كم مرة اسمها how often؟ كم عدد المرات أو كم مرة؟ Not often طالما في often يبقى how often، كم مرة does Nadia play video games؟ بعد كده I not have my breakfast أتناول الإفطار بتاعي before school قبل المدرسة. I never miss it أنا لا أفتقره أبدا يبقى أنا دائما يبقى always. بعد كده my mom أمي not drinks تشرب كوفي قهوة. She only هي فقط drinks بتشربها once a week مرة واحدة يبقى هي ما نادرا يعني نادرا rarely. بعد كده it not snows tumter in summer في فصل الصيف يبقى أبدا يبقى كلمة never. بعد كده the train القطار not arrives يصل on time في الوقت المحدد، it's rarely late إنه نادرا ما يتأخر يبقى هو sometimes أحيانا ولا usually عادة يبقى usually عادة. بعد كده my sister أختي not watches تشاهد التي في at night في المساء، she always دايما sleeps early هي بتنام مبكرا يبقى هي أبدا never. بعد كده حبيبة goes بتذهب to the gym إلى الجيم not a week مرة يبقى يعني مرة once. بعد كده how often كم مرة do you read تقرأ newspapers الجريدة، I not read them أقرأها every morning كل صباح، طالما كل صباح يعني كلمة بستخدمها ايه عايز هنا من ظروف التكرار اللي هي يا اما often تمام يا اما every، بس هنا I often دائما. بعد كده my friends اصدقائي not at the park الحديقة on Fridays ايام الجمعة، خلي بالك كده friends دي جامد تاخد are، طب ظروف التكرار هتيجي بعد الverb to be ولا قبل الverb to be؟ بعد الverb to be يبقى are always. بعد كده حضراتكم معانا صفحة 43، choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. The teams الفريق not is on the players t-shirt على التيشيرت بتاع اللعيبة، ده اللوجو الشعار، location ده الموقع، project المشروع، center الوسط أو المركز لوجو. بعد كده the green areas المناطق الخضراء، help بتساعد people الناس enjoy يستمتعوا نشر بالطبيعة، عندي هيلب وتساعد كمان ذا وايلد لايف الحياة البرية
ولا فيش السمك ولا وتر الماء ولا جراس العشب ولا الحشاش، يبقى وايلد لايف. بعد كده أسوان is very far، بعيدة جدا. That's a long، هذا إيه طويل. River نهر، way طريق، community مجتمع، forest غابة، يبقى long way طريق طويل. بعد كده many forest organization، الكثير من المنظمات الصغيرة. looks after، بتعتني بيه. ذا نوع people، الناس. animals الحيوانات الصغيرة. forests الغابات. birds الطيور، بتعتني بيه الanimals. بعد كده زي collect، بيجمعوا نقط about the forests الغابات for research للبحث. بيجمعوا يفوت طعام ولا data بيانات ولا trees أشجار ولا links روابط data. اللي بعده tourists السياح from not countries من الدول اللي هي like بيحبوا to visit، إنهم يزوروا Egypt مصر every year كل عام. mini صغيرة special مميزة. foreign أجنبية من الوسط أو منتصف. foreign countries الدول الأجنبية. بعد كده معانا السؤال رقم 2 read اقرأ and complete وكمل the text النص with the words من خلال الكلمات اللي موجودة في البوكس الصندوق. عندك كلمة effects تأثيرات. foreign أجنبي volunteer متطوع middle وسط ومنتصف local محلي. بيقول لك I am حسن I am not at the mini forest organization، أنا متطوع يبقى volunteer. It's an organization، إنها منظمة. that plants بتزرع areas مناطق of trees من الأشجار in the north of cities في منتصف المدن، يعني منتصف middle. we never grow، نحن أبدا لا نزرع not plants النباتات الأجنبية، يبقى foreign. we also collect، بنجمع data بيانات from every forest من كل غابة. we plant، نحن نزرع. this helps us، ده بيساعدنا understand، نفهم in the not of forests of people، يبقى effects تأثيرات. بعد كده both the words على الكلمات in the correct order، في ترتيبها الصحيح لكي تكون جملة مفيدة. عندنا أول كلمة في رقم 1 how often، كم مرة. do you go to the zoo. بعد كده دنيا and وائل are never late for school. بعد كده we look after the mini forest. we look after mini forest over the time. بعد كده we never grow foreign plants in our projects. بعد كده حضراتكم معانا صفحة 44 read and write، اقرأ واكتب the correct form، الشكل الصحيح للwords الكلمات between practice. عندنا number 1 she always دائما not meat اللحمة for food. لاحظ كده مع she هنضيف اس للفعل تبقى كلمة buys. بعد كده my parents والدي يجول عادة not to the radio in the morning. my parents دي جامع، وطالما جامع مش هنضيف اس للفعل، يبقى نشيل الإضافات اللي موجودة فيه تبقى كلمة listen. بعد كده I don't not watching TV، فكلمة don't و doesn't بيجي وراها الفعل فين في المصدر تبقى كلمة like. بعد كده نوها not too much، نوها not too much he is really thin. لاحظ كده انه جايب لك هنا not يعني عايز نافي، فنوها دي المفرد تاخد كلمة doesn't يبقى doesn't eat. اللي بعده not your sister اختك have a job، your sister ده مفرد والمفرد ياخد دو ولا ياخد داز، ياخد داز. بعد كده how often كم مرة not your teacher المدرس بتاعك give you homework، your teacher ده مفرد ياخد دو ولا ياخد داز، ياخد داز. بعد كده I not often play video games، لاحظ ان مع الاي تاخد كلمة don't ما تاخدش كلمة doesn't. بعد كده not it often rain، التري تاخد دو ولا تاخد داز، تاخد داز. اللي بعده I not play بلعب باسكت بول كرة السلة، I don't play it أنا لا ألعبها، يبقى أنا أبدا.
يبقى كلمة never. بعد كده how long do you make lunch a lot twice a week مرتين في الأسبوع يبقى كم مرة اسمها how often. بعد كده Yara not traveled سافر to Cairo إلى القاهرة she traveled بتسافر once a month مرة واحدة طالما مرة واحدة يبقى هي كده نادرا يبقى rarely. بعد كده it's not sunny مشمس and hot وحار in summer في فصل الصيف يبقى عادة يبقى usually أو sometime يبقى هنا usually. هدى not late متأخر for school وجيب لك بين قوسين usually إيه. قلنا الverb to be الظرف التكرار يجي بعده وليست قبله يبقى is usually. بعد كده she not eats ذكر nuts مكسرات as a snack كوجبة خفيفة she doesn't like nuts هي لا تحب المكسرات يبقى هي أبدا يبقى كلمة never. بعد كده I not dates البلح as a snack كوجبة خفيفة I love them. لاحظ كده قلنا ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل الأساسي يبقى كلمة often eat. بعد كده معانا البانكتويت علامات الترقيم بداية الجملة capital الاتش capital في الآخر question mark علامة استفهام. بعد كده الأولى برضو بداية الجملة capital في عندك apostrophe t هو أصلا جايب لك هنا في الآخر full stop. بعد كده معانا السؤال رقم 6 write a text اكتب نص about من 50 كلمة عن mini forest الغابة الصغيرة جايب لك أسئلة زي what is mini forest ما هي الغابة الصغيرة why is mini forest important لماذا هي مهمة what do they plan. قلت لحضراتكم فيما سبق هسيب لحضرتك في صندوق الوصف شرح وحل الباراجرافات اللي موجودة في المنهج كله فارجع ليها في صندوق الوصف هتلاقي حل الباراجراف ده. بعد كده حضراتكم معانا صفحة 47 choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة to not through من خلال is to go ان انت تذهب from one place من مكان to another الى الاخر يبقى كلمة تجتاز وتعبر اسمها pass. بعد كده to not is to feel ان انت تشعر sad بالحزن you can't have ان انت ليس لديك or see something او ترى هذا الشيء يبقى تفتقد يعني miss اما التانية miss بمعنى فوضوي أو فوضى. Look and not are the people الناس who live بيعيشوا in the neighborhood في الحي أو المنطقة السكنية بتاعتنا دي اسمهم local residents السكان المحليين. بعد كده a not is a route طريق for trains للقطارات دي اسمه railway line خط السكة الحديد. اللي بعده to not is to spend the time ان انت تقضي وقت and relax وتسترخي together يبقى اسمها كلمة hang out تتنزه. بعد كده حضراتكم معانا صفحة 52 معانا البراكتس على lesson 3 عندك السؤال الأولاني listen اسمح حاول تسمع مني كده وتقول لي ايه اللي انا قلته. The giant didn't want to share his garden انت سمعت garden برافو. The giant built a wall around his garden انت سمعت wall برافو. When the children came back the leaves on the trees are green again انت سمعت green برافو. When you are not selfish good things happen عندما لا تكون أناني كل شيء جيدة تحدث لك يبقى انت سمعت كلمة selfish ده نص الاستماع. بعد كده معانا choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة. Number one we live نحن نعيش in apartment في عمارة سكنية شقة on the tenth في ايه العاشر flower وردة floor فلاور برضو هنا بمعنى دقيق فلور أرضية أو طابق فلد فيضان فلور. بعد كده the selfish giant العملاق الأناني doesn't want لا يريد anyone أي شخص to not his garden الحديقة بتاعته love يحب share يشارك pick يلتقط grow يزرع وينمو share يشارك. اللي بعده the park الحديقة is a good place مكان جيد to hang لكي not تتنزه with your friends مع أصدقائك يبقى hang up. بعد كده the roof السقف is the knot of the building المبنى side جانب left يعني يسار top قمة وأعلى bottom اللي هو أسفل يبقى top. بعد كده نيويورك is very noisy صاخب جد صاخبة جدا but ولكن الكسندرا اسكندرية is much أكثر هدوءا يبقى bigger كبير ولا smaller صغير ولا quieter أكثر هدوءا ولا faster أكثر سرعة يبقى quieter. بعد كده there is not
near بالقرب من my house منزلي. But ولكن there aren't any trains لا يوجد أي قطارات using it باستخدامها الآن. كلمة minaret يعني مئذنة. كلمة سوق يعني سوق. كلمة palace قصر. كلمة railway خط السكة الحديد railway. اللي بعده read اقرأ the text اقرأ النص ثم أجب على هذه الأسئلة. عندك كلمات في البوكس لازم حضرتك وحضرتك تفهمها كويس قبل ما نحل. كلمة noisy يعني صاخب. restaurants مطاعم. miss يفقر ويفوت. night الليل. project مشروع. بيقول لك I live أنا بعيش in New York في مدينة نيويورك. but ولكن I used to اعتدت to live إن أنا أعيش in Alexandria في اسكندرية. نيويورك is very مدينة نيويورك is very noisy صاخبة. Alexandria is much quieter أكثر هدوءا في المساء يعني المساء كلمة night. The food الطعام also أيضا doesn't taste لا يبدو مذاقه like مثل الفود الطعام at home في المنزل. There are lots of في كثير من ال different نوع مطاعم تبقى restaurants. Here in New York but ولكن the restaurants المطاعم in Alexandria are much better أكثر أحسن حالا. I think أنا أعتقد زفور الطعام تستس مساقوه more delicious أكثر لذاذة in Egypt. I not our food so much أنا افتقدته يعني هي افتقد كلمة مس. بعد كده حضراتكم معانا صفحة 53 read اقرأ the text النص and answer the question. بيقول لك نيويورك has لديها a lot of green spaces مساحات خضراء كثيرة. Like مثل the famous high line مثل الهاي لاين. The high line was a railway line عبارة عن خط سكة حديد. But ولكن in 1980 في 1980 trains القطارات استبدلت توقفت using it استخدام هذا الخط. Some local residents بعض السكان المحليين decided قرروا to make the old railway انهم يجعلوا هذه المنطقة القديمة into a big long barn إلى حديقة كبيرة طويلة that everyone كل شخص could use ممكن يستخدمها. Now الآن it's a green space إنها مساحة خضراء with more than بأكثر من 500 spaces 500 فصيل of plants للنباتات and the trees والأشجار in it. It's 2.5 kilometers long طولها 2.5 كيلومتر. And when you walk عندما تمشي through it من خلالها you can see تستطيع أن ترى artworks الأعمال الفنية. Watch كمان تشاهد theater performance العرض المسرحي. Eat تأكل delicious food الطعام اللذيذ. Go running تذهب للجري. Or just أو hang out يعني تتنزه with your friends مع أصدقاء. بعد ما قرأنا القطع choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة. Number one people الناس stop توقفوا عن using استخدام the old railway line railway خط السكة الحديد from من not من سنة كام. هو هنا في القطع جايب لك 1980 يبقى هتجيب التاريخ اللي قبله يبقى 1979 اللي هي رقم بي 1970 ل 1979 بعدها على طول سنة كام 80. بعد كده the underline pronoun الضمير اللي تحته خط كلمة it اللي في القطعة اللي هنا كنا بنتكلم عليه كان بيعود على الهاي لاين. بعد كده the park الحديقة is not long طولها كام قلنا 2.5 كيلومتر يبقى 2.5 2.5 كيلومتر. بعد كده how many spaces كم عدد الفصائل of plants للنباتات there are there in high line في كم فصيل قلنا more than أكثر من 500 spaces 500 فصيل. بعد كده سمورايز لخص the passage القطعة دي into sentence في جملتين. هنلخصها ونقول إن أول جملة هنقولها نيويورك قلنا عشان نلخص بنجيب أول جملة في القطعة نيويورك has a lot of green spaces دي أول نقطة. النقطة الثانية هنقول إن الهاي لاين هاي لاين هاي لاين was a real way line كان خط سكة حديد.
بعد كده معانا both the words على الكلمات in the correct order في ترتيبها الصحيح. معانا أول جملة our apartment الشقة بتاعتنا is on the 16th floor. بعد كده the high line passes through my neighborhood. بعد كده New York is noisy, very noisy all the time. بعد كده the giant has a wonderful garden. اللي بعده بداية الجملة هو عاملها لي كابيتال، عندي كلمة Alexandria الأي كابيتال في الآخر كويتشن مارك. بعد كده معانا كلمة الإن كابيتال ويورك برضو كلمة الواي كابيتال. بعد كده معانا حضراتكم صفحة كام؟ 57. choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة. not people eat بياكلوا البورج for breakfast. البورج ده طعم فين؟ في اسكتلندا يبقى سكوتش. we can see نستطيع أن نرى the famous Endeavor. Endeavor not from the window من النافذة of my apartment. Endeavor Castle. بعد كده سارة is always دائما kind طيبة and not. everyone كل شخص likes her بيحبها. noisy صاخب friendly ودودة informal غير رسمية angry غاضب يبقى friendly. بعد كده the porridge is made was not was not and milk مصنوع من الفلاور اللي هو الدقيق ويد القمح اوتس الشوفان مانجو المانجا يبقى اوتس. ليلى ميسس افتقرت the warm الدفء not weather الطقس not in Egypt snowy الجليدي cold البارد frozen المجمد sunny المشمس sunny. بعد كده ليلى apartment ليلى's apartment شقة ليلى is in front of أمام a lot كله تسمى the meadows بارك الحديقة hospital المستشفى castle قلعة school مدرسة castle. بعد كده read and complete اقرأ وكمل the text النص with the words من خلال الكلمات اللي موجودة في البوكس. عندك بيقول لك كلمات زي miss يفقر ويفتقد apartment شقة nice لطيف weather طقس warm دافئ. بيقول لك I am Adam I am in Scotland أنا من اسكتلندا with my family مع عائلتي. we are staying نحن نمكس in a not on the sixth floor في الطابق السادس في شقة يبقى apartment. I like أنا بحب Scotland but ولكن there are lots of كثير من السينجس الأشياء. I not about Egypt أفتقدها عن مصر يبقى miss. The warm الدفء sunny المشمس أكيد الطقس يبقى weather. I really حقا miss أفتقد my favorite Egyptian breakfast الإفطار المصري المفضل لدي في المدمس. The people الناس here هنا are not are nice لطفاء. And I have a lot of new friends at the school. بعد كده معانا القطعة read the text اقرأ النص ثم أجب على هذه الأسئلة. My name is Hannah اسمها هانا. I am finally أنا في النهاية in Scotland. Our apartment الشقة بتاعتنا is on the third floor في الطابق الثالث. And the park الحديقة is on the other side على الجانب الآخر of the street من الشارع. So we have a great view لدينا منظر عظيم over the trees عبر الأشجار. People الناس use بيستخدموا البارك الحديقة a lot كثيرا for sports للرياضة and making friends وتكوين الصداقات. So there is always دائما something شيء ما to see لكي ترى there هناك. Scottish food الطعام الاسكتلندي is good is okay جيد but ولكن Egyptian food لكن الطعام المصري is better أفضل. For example على سبيل المثال for breakfast على الإفطار a lot of Scottish people كثير من الشعب الاسكتلندي eat بيأكل بارج. They usually عادة make it بصنع with milk and lemon and they sometimes أحيانا put honey بيضع مين العسل on it. But ولكن I don't really like it لكن أنا حقا لا أحبه. بعد كده بعد ما قرأنا القطع choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة. The apartment الشقة is on the ninth floor في الطابق نهو في الطابق الثالث يبقى third floor. Egyptian food الطعام المصري is not than Scottish food بالنسبة للقطع اللي حصل يبقى
better أفضل من. بعد كده a lot of Scottish people الكثير من الشعب الاسكتلندي eat بياكل porridge. بيقول لك where is Hannah؟ أين Hannah؟ Hannah فين؟ in Scotland. بعد كده سمورايز لخص the passage القطع into sentence في جملتين. الجملة الأولى هنقول إن Hannah is in Scotland. الثانية Hannah misses بتفتقد Egypt very much. بتفتقد من دولتها مصر كثيرا جدا. بعد كده both the words ده الكلمات in the correct order في ترتيبها الصحيح. Number one my favorite Egyptian breakfast is full meals. بعد كده Scottish people eat porridge for breakfast. بعد كده I have a lot of friends at school. بعد كده our apartment is in the city center. بعد كده بانكتويت علامات الترقيم. بداية الجملة معمول مش هعملها. finally في النهاية in Scottish يبقى ال S capital في الآخر فول ستوب. بعد كده زي ما قلت لحضراتكم هتلاقوا في صندوق الوصف شرح الإيميل وحله، ارجع له في صندوق الوصف. الإيميل ده بيتكلم على سكوتش بيبل الشعب الاسكتلندي، كول بارك الحديقة الجميلة، ايد بارج بياكلوا البارج، هتطلع المعطيات بتاعتك اللي هو اسم المرسل إليه اللي هو سالي، واسم المرسل اللي هو هنا هيبقى كلمة مين؟ سارة. تمام، هنطلع عنوان المرسل إليه اللي هو سالي أتياهو جوميل. بعد كده كلمة تو سارة أتياهو جوميل. بعد كده الموضوع عندك بيتكلم عن نيو لايف إن سكوتلاند، الحياة الجديدة فين؟ في سكوتلاند. بعد كده الجيم عامل حاجة جميلة جدا، جايب لك جزء في السيونس بوك كتاب المدرسة، عندك حوالي 3 أسئلة موجودين في كتاب المدرسة، موجودين في الجيم هنا. عندك complete the sentence كمل الجمل دي with the words من خلال الكلمات and phrases والعبارات. عندك كلمات زي كلمة chemicals مواد كيميائية، harvest يحصد، local residents السكان المحليين، natural fertilizer اللي هي الأسمدة الطبيعية، plant يزرع أو نبات، railway خط السكة الحديد. بيقول لك early spring بداية الربيع is the best season أفضل فصل من فصول السنة to not seeds لكي تزرع من البذور in the ground يبقى plant. بعد كده you can use ممكن تستخدم all the coffee اللي هو من القهوة القديمة as cannot to for plants للنباتات in your garden لكي تعمل فيها ايه مواد اللي هو من natural fertilizer اللي هي الأسمدة الطبيعية natural fertilizer. There is a knot near بالقرب من my house من منزلي but ولكن there aren't any trains لا يوجد أي قطارات using it بتستخدمه الآن يبقى في railway line خط سكة حديد. بعد كده I prefer بفضل to eat إن ناكل fruit فاكهة that is natural طبيعية and organic وعضوية with no مفيش فيها أي chemicals مواد كيميائية. بعد كده the Nile النيل Nile Delta has very fertile farming areas مناطق زراعية خصبة and the people الناس not rice or oars there هناك every year يحصدوا يعني يحصد harvest. The people الناس who work بيعملوا in the community garden are all كلهم local residents يعني سكان محليين.
بعد كده both the words دع الكلمات in the correct order في ترتيبها الصحيح. Number one بيقول لك I am usually in bed before 10 p.m. رقم 2 my dad always eats a healthy breakfast in the morning. بعد كده how often do you go to the dentist. بعد كده it rarely rains in the western desert. بعد كده circle the correct adverb. حاول تختار الظرف المناسب. Number one, we don't like fish. نحن لا نحب السمك at all. على الإطلاق. We يبقى هنا أبدا يبقى كلمة never eat it. بعد كده did them trees أشجار النخيل not produce pedantic fruit فاكهة يبقى usual عادة. بعد كده my aunt عمتي leaves بتعيش with us معنا so I not speak أتحدث to her. I often غالبا أتكلم معها. I not do my homework بعمل الواجب بتاعي in the morning in the afternoon في وقت الظهيرة but ولكن I prefer بفضل to do إن أنا أفعله in the evening يبقى أنا أبدا يبقى كلمة never. بعد كده هاني not plays يلعب فوتبول كرة القدم. He doesn't like sports هو ما بيحبش الرياضة يبقى هو نادرا يبقى rarely. بعد كده معانا صفحة 63 listen اسمع and circle the correct answer الإجابة الصحيحة. حاول تسمع مني كده وتشوف أنا قلت إيه. Laura always wakes up at 6 o'clock. أنت سمعت always برافو. She sometimes eats a sandwich at 9 o'clock. أنت سمعت sandwich برافو. She rarely watches TV after school. أنت سمعت rarely برافو. She usually does her homework at 5 o'clock. أنت سمعت كلمة 5 برافو عليك على السماع اللي انت سمعته كويس. ركز في الباقي. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. The not giant العملاق doesn't want لا يريد to share إنه يشارك his garden الحديقة بتاعته. هبي سعيد kind طيب وعطوف selfish أناني helpful متعاون selfish. بعد كده organic food الطعام العضوي has لديه no ليس لديه نوع harvest حصاد fertilizer أسمدة chemicals مواد كيميائية invitations دعوة chemicals. بعد كده the north will soon لاحقا reach يصل our town إلى المدينة بتاعتنا so we will travel سوف نسافر by train بالقطار airport المطار railway خط السكة الحديد pavement رصيف شارع park حديقة railway line. We climbed تسلقنا onto على the north of the building للمبنى to get لكي نحصل على enjoyer the bird الطائر المصاب roof السطح أو السقف street شارع فلات شقة روت طريق يبقى روف سقف. بعد كده read اقرأ the and complete اقرأ وكمل the text النص with the words من خلال الكلمات اللي موجودة في البوكس الصندوق. عندك real way خط السكة حديد children الأطفال residents سكان محليين spaces يعني فصائل trains قطارات. يقول لك the famous high line الخط اللي اسمه high line in New York نيويورك سيتي. The high line was a north line كان عبارة عن A line A خط railway. In 1980 the north stopped توقفوا عن using it يستخدموه القطارات trains. So the local north decided قرروا to make the old railway into big long barn اللي هم السكان المحليين local residents. The railway now land be green space مساحة خضراء with more than بأكثر من 500 spaces مساحة أو اللي هو الفصيل. بعد كده معانا قطعة read اقرأ the text النص ثم أجب على هذه الأسئلة. Mini forest is an organization عبارة عن منظمة with plants من نباتات small areas من المناطق الصغيرة of trees من الأشجار in the middle of في وسط our cities اللي هم مين المدن. These special green areas هذه المناطق الخضراء هي اللي بتساعد people الناس
enjoy استمتعوا ناتشر بالطبيعة and here بيساعدوا كمان our wildlife في الحياة البرية. add mini forests في الغابات الصغيرة. we always دائما work hard بنعمل بجد to find لكي نجد the best urban location المواطن مين الأربن مين المدنية for our forests للغابات بتاعتنا. where حيثما بيقول الناس and wildlife الحياة البرية نين محتاجين ناتشر الطبيعة most أكثر. we never grow نحن أبدا لا نزرع foreign plants النباتات الأجنبية in our projects في المشروعات بتاعتنا. we always دائما plant بنزرع trees أشجار that grow بتنمو naturally بشكل طبيعي in an area في المنطقة. we carefully نحن بحرص وعناية look after them بنعتني بهذه النباتات والأشجار until حتى they become يصبحوا a small forest غابة صغيرة. we really نحن نادرا have enough volunteers عندنا متطوعون كافيون to help us يساعدونا with our projects في المشروعات بدايتنا. so we are always دائما happy سعداء when people عندما الناس offer بيعرضوا to help us ان هم يساعدونا. بعد كده حضراتكم معانا صفحة 64. بعد ما قرأنا القطعة choose the correct answer. we not grow بنزرع foreign plants نباتات أجنبية in our projects في المشروعات بدايتنا. always دائما never ابدا usual عادة often غالبا never. بعد كده the underlying pronoun الضمير اللي تحت خط كلمة them refers تشير الى trees الاشجار. بعد كده we need محتاجين more not to join لكي ننضم الى many forest organization محتاجين المزيد من students الطلاب ولا volunteers متطوعون ولا foreigners أجانب ولا players لعيبة volunteers. بعد كده what is the mini forest إيه الميني فورست دي؟ هنقول mini forest is an organization منظمة which plants بتزرع small areas of trees من الأشجار. بعد كده summarize يعني لخص the benefits يعني benefits الفوائد أو المزايا من the organization for people للناس. هنلخص ده ونقول إن the people الناس enjoy بيستمتعوا nature بالطبيعة and help بيساعدوا كمان our wildlife الحياة البرية. بعد كده معانا both the words ده الكلمات in the correct order في ترتيبها الصحيح. how often does she eat dates. رقم 2 do you want to come to my house. بعد كده رقم 3 my dad always eats a healthy breakfast in the morning. بعد كده read اقرأ and write اقرأ واكتب ال correct form الشكل الصحيح لما بين الأقواس. they not computer games on Sundays. قلنا ظرف التكرار بيجي قبل الفعل الأساسي وليس قبله يبقى usually play. بعد كده how not do you make lunch قال له twice مرتين يبقى كم مرة اسمها how often. بعد كده البانكت ويت علامات الترقيم بداية الجملة معمولة مش هعملها مريم برضو معمولة مش هعملها كلمة Fridays أيام الجمعة هنا الإف نعملها capital لأنها هنا small وفي الآخر بنضع question mark علامة استفهام. بعد كده معانا سؤال write a paragraph بيتكلم على our community garden الحديقة المجتمعية. هتتكلم عن what is community garden أي الحديقة المجتمعية. what do you grow there ماذا تزرعه هناك.